مرحبا واهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. هاي الحلقة الثانية من قبل الوصول إلى كندا. بدنا نحكي عن الشغلات اللي تجيبها معك والشغلات اللي ما تجيبها معك في كندا. الحلقة الماضية حكينا عن الأوراق المهمة اللي لازم تحضرها لما تيجي على كندا. في الحلقة هاي حنحكي عن الأشياء الماتيريالز، الشغلات اللي خليكم معنا بعد. هذا الفيديو برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة. مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا. بدنا نحكي عن الأشياء اللي مش لازم تجيبها والأشياء اللي لازم تجيبها. عادة بيسألونا الناس شو نجيب معنا على كندا؟ أخي كندا فيها كل شيء، في زعتر، في مرامية، وفي زيت، وفي جبنة، يمكن طعمها مش زي طعم بلادنا، مش الناس بتحب تجيب من بلادنا. هذا إشي خيار إلك، بس لازم تنتبه لما تدخل كندا أنه في شغلات مسموحة وفي شغلات ممنوعة أنك تجيبها على كندا. أوكي؟ من الأكل، أنا شخصيا لا أحبذ أنك تجيب أي شيء من الأكل. كل شيء موجود، بن، قهوة موجود، سكر، رز، مكسرات، في عنا كل شيء. يمكن يكون شوي أغلى من غاد، بس مش مستاهل عناء أنك تحمله بالشنط وتجيبه. حتى الجميد اللي بعرف في الأردن المنسف موجود هون. الشغلة الثانية اللي بدنا نحكي عنها الأواعي. طبعا هاي أواعي مهمة. الآن ما تكتر أواعي، يعني اللي موجود في كندا صح فصل الشتاء بارد هون في كندا، لكن احنا قليلا ما بنلبس صوف. عادة في كندا بنلبس شغلة اسمها layers، يعني طبقات من الملابس. هذه اللي بتحميك من البرد، مش الصوف هو اللي بحميك لحاله من البرد. المشكلة في الصوف انك لما تلبسه بتعرق. كويس اذا انت بتشتغل برا لانه بحميك من البرد شوية، بس لما تدخل على اي كل مكان مدفى، بالباص مدفى، بالسيارة مدفى، في المدرسة مدفى، فبتصير بدك تشلح. اوكي؟ فالناس عشان هيك ما بلبسوا كتير صوف. فما تكتر الشغلات اللي بتلبسها في بلادنا. الشغلات هون اللي في يعني هون اول ما تيجي لازم تشتري لك ولاولادك لفصل الشتاء جاكيتات كويسة شتوية تستحمل درجة حرارة ماينس 30. انا بنصح بماينس 40. في شغلة اسمها كندا جوز، اللي هو الوز الكندي، بيحشوها بريش الوز. هاي كويسة كتير ومقاومة للبرد. الأطفال عندهم شغلة اسمها سنو سوتس، بنطلون وجاكيت بلبسوها بتحميهم من البرد. كلهم مبطنين، لازم تلبس بوت كويس، غلوفز كويسة. فالشغلات اللي موجودة في بلادنا ما بتشتغل هون. يعني البوتس اللي موجودة في بلادنا يمكن كويسة، درجة الحرارة اللي بتستحملها 5 فوق الصفر، ماكسيموم صفر. هون لازم تأخذ ماينس 30 و 40، فعشان هيك بيختلف. فما تجيب ما تروح تشتري شغلات. الملابس العادية كلها متوفرة، الجينز رخيص، القمصان رخيصة، بتلاقي كتير تنزيلات هون. يعني أنا لاحظت إنها يمكن أرخص من بلاد. يمكن ما في، بدي أحكي لكم الصراحة، يمكن ما في الموديلات اللي موجودة في بلادنا، إنه كتير بيستخدموا عنا أو بيجيبوا التركي. الملابس التركية هون ما في، معظم الموديلات تقريبا نفس القصة. يعني النساء طبعا أنا بدي أحكي لكم إنه جيبوا كل شيء معكم عشان ما تندموا، بس الشباب أنا عارف إنه راح تمشي معكم بكل سهولة هون، راح تلاقوا الشغلات اللي بتحبوها عندك. مثلا شغلات بدلة بدلتين جيبهم معك عشان تستخدمهم في البداية، خاصة إذا في عندك انترفيو والشغلات اللي زي هيك. الشغلة الثالثة معدات المطبخ وما المطبخ، طناجر وصحون ومعالق، كل الشغلات موجودة هون. عندنا إيكيا رخيصة كتير، في إيكيا أو أرخص شيء. عندنا دولاراما، ممكن تشتريهم من دولاراما الصحن بدولار. ممكن تشتريهم من السكند هاند، وعادة يعني ما في داعي تحمل هاي الشغلات أو تشحنها. أوكي؟ الموبيليا أو العفش تبع البيت، اللي هم الكنبيات، طقم النوم، هاي
يعني إذا عندك شغلة جديدة وبدك تشحنها هذا راجع لك. الموديلات هون والخشب إذا أنت يعني هذه على الذوق، وما بدي أدخل فيها لأنه بتعتمد كتير على حجم الغرفة في المكان في المنزل اللي بدك أنت تستأجره. في شغلات أحيانا بتقيدك، فبدك تكون منتبه. إذا أنت عندك مثلا شغلة تفصيل مش ستاندرد، فبدك تنتبه إذا تجيبها. الإلكترونيكس، طبعا الإلكترونيكس إذا أنت عندك تلفزيون كويس وحاب تجيبه هذا شيء راجع لك، لكن لا سمح الله صار في مشكلة ما في عليه ورنتي، عادة هون مشكلة لأنه التصليح كتير كتير غالي. فإذا قديم شوية التلفزيون تبرع فيه أو بيعه واتفر أنت صاحب هذا، لكن ما تجيبه، بتشتري واحد جديد هون أو بتشتري واحد مستخدم وبيكون كويس. الآن السيارات، في ناس بتشحن سيارات لهون، ما تجيب لأنه هون السيارات يمكن أرخص من بلادنا. بتلاقي سيارات $2000 مستخدمة بدها شوية تصليحات. ما في سيارة مستخدمة ما بدها تصليحات، لأنه واحد ما تأكد ما حدا بيبيع سيارة غير بده يخلص من مشاكل. فعادة السيارات المستخدمة بتتراوح بين $2000 ويمكن $20,000، بيعتمد على موديلها وعديش ماشية والسنة. في موقع مهم اسمه KIJI، حاطط لكم الرابط تبعه JI، ممكن تدخلوا عليه وتشوفوا أسعار السيارات وتقارنوا في بلادنا، وممكن تدخلوا عليه تشوفوا شغلات تانية أصلا تنباع، المفارش وما المفارش البرادي والشغلات تبعت الويندوز، بيعتمد عليك. هلا موجودين هون لهم أسعار، في شي غالي في شي رخيص، كله بيعتمد على الموديلات وعلى الشكل. موديلات بلادنا أنا بشوفها أحلى، فناس بتحب تجيب من بلادنا برضو مش غلط. تلفونات الموبايل لازم تكون مفكوكة، لأنه هون الشركات بدها تلفونات مفكوكة عشان تقدر تشبك على السيجنال تبعها. طبعا الأدوية، حاول تجيب شوية أدوية معك، خاصة الأنتيبيوتكس لإلك وللأطفال، على الأقل كورسين لكل واحد. حاول تجيب الأدوية اللي أنت بتاخدها، لأنه زي ما حكينا أول 3 أشهر أنت ما عندك تأمين صحي وصعب أنك تحصل على أدوية. الأنتيبيوتك بشكل عام صعب أنك تحصل عليه في كندا، ما بحبذ أنك تعطيه للأطفال بأي وقت وإلك خاصة، لكن إذا بتروح على الطبيب والطبيب بيشوف إنك أنت بتحتاج لمضاد حيوي حيعطيك إياه، لكن إذا هو شاكك إنك مش محتاجه. ففي شغلات كتير هون شوية صعب إنك تحصل عليها. إذا أنت بتستخدم أدوية الحساسية موجودة في كل مكان ورخيصة، بس إذا أنت بتستخدم أدوية معينة تجيبها معك، أدوية السكر الضغط على الأقل بداية الوقت. بشكل عام يعني هذه الشغلات المهمة اللي كتير ناس بتجيبها، بتحاول إن تشحنها قبل ما تيجي، فعشان ما تغلب حالك وتدفع فلوس كتيرة وتشحن أغراض ممكن ما تستفيد منها هون، تبرع فيها بتكسب فيها حسنة. إذا قدرت تعطيها لأحد من أقاربك برضو مش غلط، إذا اضطريت إنك تبيعها قد تخسر فيها، لكن الشحن من دولنا العربية شوي غالي على كندا، فقد تدفع عليها أكثر من فعلا إنك تشتريها من هون جديدة. بشكل عام هاي الشغلات اللي لازم تنتبه لها. خليكم معنا، تابعونا، اعملوا سبسكرايب إذا عجبتكم هاي القناة، اعملوا شير إذا عجبكم هذا الفيديو، وحطوا لي لايك، أكيد هذا اللايك رح يدعمني، وفعلوا زر التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات أول بأول. يعطيكم العافية، ونشوفكم إن شاء الله رب العالمين في فيديو جديد.